أكثر من نصف العينة الوطنية في استطلاع المئة يوم من عمر حكومة فايز الطراونة أفادت بأنه ليس قادرا على تحمل المسؤوليات المرحلة، فيما أفاد 59% من عينة قادة الرأي بأن رئيس الحكومة لم يكن قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية بحسب الاستطلاع الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية. الفريق الوزاري حصل على ثقة 44% من العينة الوطنية في تحمل مسؤوليات المرحلة وثقة 39% من عينة قادة الرأي، ويعتقد 60% من أفراد عينة قادة الرأي بأن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ مقابل 41% من أفراد العينة الوطنية. بالنسبة للتحليل طبعا احنا حاولنا هذه المرة نتعمق اكثر في التحليل، وادخلنا يعني متغيرين جديدين. المتغير الاول هو له علاقة في مستويات الدخل، او كان اذا جاز التعبير يعني الطبقات الاجتماعية، اخذنا يعني فئة متدني الدخل، متوسطي الدخل، ثم مرتفعي الدخل، وكان واضح انه يعني في توجهات للطبقة الوسطى هنقول والعليا، يعني هي نظرتها نوعا ما يعني فيها قلق أكثر يعني على الاتجاه العام لسير الأمور، وتقييمها يعني أقل إيجابية لأداء الحكومة مقارنة مع الفئة اللي يعني متدني الدخل اللي كان تقييمها أكثر إيجابية لأداء الحكومة، وكانت يعني أكثر تفاؤل بالنسبة لتوجهات الرأي العام، وهذا كان شيء يعني نوعا ما مفاجئ يعني بالنسبة لنا.